السلام عليكم. النهاردة احنا هناخد اول محاضرة لينا في الباراسيتولوجي في مديول البي ام اس 2. احنا في مديول البي ام اس 2 هنتكلم على الميديكال انتمولوجي. يعني ايه ميديكال انتمولوجي؟ ميديكال انتمولوجي is a study of arthropods of medical importance. ده علم دراسة الحشرات. انت كميديكال ستودنت تدرس ليه حاجة زي كده؟ احنا بندرس الارثروبودز لان الارثروبودز دي بتسبب امراض كتيرة جدا للانسان، فانا لازم اعرف كل حاجة عنها وعن حياتها. ليه؟ عشان اقدر اعمل لها كنترول. فلما اعمل لها كنترول كده انا ببريفنت الديزيز اللي بتعملها. طب لو معرفتش اعمل لها بريفنت، والله لو حصل منها ديزيز بيبقى سهل عليا ان انا اعالج. فانا دلوقتي انا بدرس الارثروبود ليه؟ علشان خاطر الديزيز اللي بتعملها دي، فيبقى سهل عليا ان انا اعمل كنترول ليها. كلمة انتيمو معناها سيجمنتد، ألوجي ستادي، أرثرو معناها جوينتد، بودة يعني فوت اللي هي أرجل مفصلية مفصليات. ميديكال انتمولوجي ده بندرس فيه ايه؟ ايه هي الكلاسيفيكيشن بتاعته؟ اول حاجة احنا عندنا 3 كلاسز. كلاس اسمه انسكتا اللي هو الحشرات، تاني كلاس عندنا اراكنيدا العنكبوتيات، تالت كلاس كريستيشيا. اول حاجة الانسكتا، اي انسكت في الدنيا ليها جنرال كاركترز. البادي بتاعها عبارة عن ايه؟ البادي بتاعها عبارة عن هيد، والهيد بيكون فيها اي وفيها انتنة. الانتنة دي اللي هي قولون الاستشعار، بيكون فيها وان بير اوف انتنة. تاني حاجة عندنا الثوركس، اي ثوركس بيمسك فيه الليجز، بيكون فيه ليجز قد ايه؟ عنده 3 بيرز اوف ليجز. يعني ايه 3 بيرز اوف ليجز؟ اللي هي الهكسا بودا، هكسا معناها 6، يبقى 6 ارجل. والثوركس بيكون ماسك فيه الوينجز. في انسكس بيكون فيها وينجز وبتطير، وفي انسكس ما بتطيرش. اللي بيطير هيبقى عنده وينجز، واللي ما بيطيرش الوينجز بتاعته بتكون ابسنت. فانا عندي في الانسكت الوينجز بريزنت ومي بي ابسنت. يبقى الانسكت كده قلنا البادي بتاعها بيتكون من هيد ثوركس اند ابدومن، الليجز 3 بيرز اوف ليجز هيكسابودا، انتنا 1 بير، الوينجز بريزنت ومي بي ابسنت. تاني كلاس عندنا اراكنيدا اللي هي عنكبوتيات. الاراكنيدا البادي بتاعها عباره عن ايه؟ عن حاجه اسمها كيفالو ثوركس اند ابدومن. يعني ايه كيفالو ثوركس؟ كيفالو معناها هيد وثوركس. فانا في الاراكنيدا اللي هي العنكبوتيات دي بلاقي ان الهيد اند ثوركس بقوا جزء واحد بس، ده بنسميه كيفالو ثوركس. والابدومن بيكون عندها ليجز قد ايه؟ عندها 4 بيرز اوف ليجز اللي هي الاوكتابودا. اوكتا معناها 8، بودا يعني فود، بيكون عندها 8 ارجل. الانتنة مش موجودة وما عندهاش وينجز، ما فيش عنكبوت بيطير، فاحنا كده ما فيش وينجز فيها. الكريستيشيا، كريستيشيا اللي هي قشريات، عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيفالوثوركس وابدومن. الكريستيشيا دي زي السايكلوب، السايكلوب ده اللي هو اسمه برغوث الماء، هناخده بعد كده. الليجز بتاعته عنده 5 بيرز اوف ليجز وعنده 2 بيرز اوف انتنا وما فيش عنده وينجز. ايه هو بقى الميديكال امبورتنس اوف ارثروبودز؟ ليه احنا بندرس الارثروبودز؟ ايه هي اهميته اللي تخلينا ندرسه؟ اول حاجه هو دايركت ايجنت اوف ذا ديزيز. ازاي؟ اول حاجه لو واحد جه قرصته ناموسه، الموسكيتو بايت دي هتعمل ايه في الجلد بتاعه؟ اول حاجه بتلاقي مكانها بيعمل لينا ريتيشن، يبدا يحصل لنا ايتشنج، ده اسمه dermatitis and allergy. يبقى بيحصل لنا irritation و itching وممكن نعمل scratching، يعني dermatitis و allergy. تاني حاجة entomophobia. يعني entomophobia؟ entomophobia في ناس بيكون عندها فوبيا من حشرات معينة، لو شاف insect معينة لا بيخاف منها جدا. حد مثلا اتقرص من نحلة مرة او حاجة فتلاقيه عنده فوبيا منها طول حياته. تالت حاجة انيكيليشن اوف باوزن، ده زي التاكس بنلاقيها في السكوربيون. يعني ايه انيكيليشن اوف باوزن؟ يعني بتحقن باوزن في الجسم. رابع حاجة انفيجن اوف تيشو. انفيجن اوف تيشو ازاي بتعمل لنا، بتخترق ال يعني التاشو ازاي؟ ده في ديزيز اسمه اسكابس اللي هو اسمه بالعربي الجرب، والميزس اللي هو اسمه بالعربي التدويد. ايه الاسكابس ده؟
السكيبيز والمايز احنا هناخدهم ان ديتيلز بعد كده، but in general يعني السكيبيز ده بنلاقي فيه حاجة اسمها ساركوبتس سكابيوي، بتيجي بتعمل لنا انفيجن للسكن، وبتعمل تحت السكن تانلز انفاق، وبتعمل لنا الديزيز اللي هو اسمه السكيبيز. تاني حاجة عندنا المايزز اللي هو التدويد. ايه اللي بيحصل في المايزز ده؟ ان عندنا ان الادلت فلوي تيجي بتلاقي الاجزة على الديبتش، ولازم ديبتش اوكي، الاج بتاعتها بتبدا تهاتش، يطلع منها لارفا، لارفا اللي هي اليرقات، وتعمل لنا الديديز اللي اسمه المايزز. اوكي تاني حاجه ديزيز ترانسميشن، ازاي الارثروبود بينقل الديزيز؟ بينقل بكذا طريقه. اول حاجه عندنا ميكانيكال. يعني ايه ميكانيكال ديزيز ترانسميشن؟ ميكانيكال ديزيز ترانسميشن معناها ان الارثروبود has no role in the life cycle of the organism، يعني موجود مش موجود كده كده life cycle مكملة. المال هو بيعمل ايه؟ هو بيشتغل كcarrier، بينقل الorganism من مكان لمكان تاني. والميكانيكال ده نوعين، direct mechanical and indirect mechanical. يعني ايه direct mechanical؟ direct mechanical ده احنا بنشوفه في حاجة اسمها الاسموكسس. يعني ايه الاسموكسس؟ ايه هي الاسموكسس دي؟ الاسموكسس دي الستابل فلاي، فلاي موجودة في الستابل بتعمل ايه؟ بتيجي تبايت الهورس، بتاخد البلاد بتاعه، في بارازايت موجود فيه مثلا اسمه التريبانوزوما، هناخده بعد كده، تاخد التريبانوزوما من الهورس، تروح تبايت المان، بتنقل التريبانوزوما، فهي كده نقلت التريبانوزوما من الهورس للمان، فده اسمه دايركت ميكانيكال ترانسميشن. تاني حاجة اندايركت ميكانيكال ترانسميشن، الاندايركت ميكانيكال ترانسميشن ده بيحصل اندايركت، ده اشهر حاجه في الدنيا، في الهاوس فلاي، الفلايز اللي موجوده في الهاوس بتعمل ايه؟ الفلاي تجي تقف على بوليوتد ووتر بقى او بوليوتد فود، عليها اي اورجانيزمز بقى، كتاب المايكرو والباراسيتولوجي كله، يلزق في الهير بتاعها، في الوينج، في الماوس، في الليجز، اي اورجانيزم موجود، تروح على اكل تاني، تقوم جايه ناقله الاورجانيزم من مكان لمكان تاني، فده اسمه indirect mechanical transmission. تاني حاجة البيولوجيكال ترانسميشن. يعني ايه بيولوجيكال؟ بيولوجيكال معناها ان الارثروبود ليه رول اساسي في اللايف سايكل بتاع البارازايت، معناها برضو ان لو الارثروبود مش موجود اللايف سايكل مش هتكمل، لازم الارثروبود يكون موجود. بيولوجيكال ده بيكون بروباجيتيف او سايكلو بروباجيتيف، سايكلو ديفلوبمنتال اند ترانس اوفيريان. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه عندنا بروباجيتيف. يعني ايه بروباجيتيف؟ بروباجيتيف معناها ان البارازايت جوه الارثروبود عدده بيزيد جدا، بيحصل له مالتيبليكيشن اوف ذا بارازايت، بس شكله زي ما هو، يبقى بروباجيتيف بيحصل فيه مالتيبليكيشن اوف ذا بارازايت، يعني زياده في العدد without developmentary changes. زي ايه الاكزامبل ده عشان تفهمه مش اكتر؟ في المايكرو هتاخدوا ديزيز اسمه البليك اللي هو اسمه الطاعون. بيحصل ازاي ده؟ بيحصل عن طريق بكتيريا اسمها يرسينيا باستس. البيشنت اللي عنده البليك موجود عنده في البلاد بتاعه البكتيريا بتاعتنا دي اللي هي اليرسينيا باستس. يجي الفلي يبايت البيشنت، بياخد البلاد بتاعه، البلاد كده بتاع الفلي، خد البلاد من خد البلاد بتاع البيشنت بما فيه اليرسينيا، خد 10 يرسينيا، يبدا يحصل مالتيبليكيشن لليرسينيا في الجسم الفلي اوكي، عددها زاد، كان 10 خدت 10 ووصلوا المليون. يجي الفلي يبايت انذر بيرسون، نقل له اليرسينيا، فكده نقل المرض من انفكتد بيشنت لواحد تاني سليم، وهو واخد البكتيريا وزي ما خدها هي زادت في العدد لكن بنفس الشكل، حصل لها مالتيبليكيشن اونلي، فده اسمه propagative transmission. وفي نفس الوقت انا اللايف سايكل نفسه او الديزيز نفسه مش هيكمل لو الفلي مش موجود، لو مفيش فلي مش هيتنقل. يبقى انا دلوقتي ده كده propagative، يعني حصل multiplication without developmental change، وبيولوجيكال لان الفلي لازم يكون موجود. تاني حاجة cyclopropagative. يعني ايه cyclopropagative؟ يعني بيحصل فيها propagative multiplication وبيحصل كمان developmental changes، يعني المرة دي هيزيد العدد وبيحصل
developmental changes، بيحصل development للبارازايت جوه البادي بتاع الارثروبود. زي ايه؟ في ديزيز هناخده اسمه الملاريا. الملاريا دي بتحصل ازاي؟ بتحصل عن طريق بارازايت اسمه البلازموديوم. لو بيشنت عنده ملاريا، البلوت بتاعه بيكون فيه البلازموديوم، بيبقى فيه الجاميتوسايت ستيج، تيجي الفيميل انوفلس. الفيميل انوفلس ده الفيكتور بتاع الملاريا، بتبايت البيشنت، تاخد البلوت بتاعه. البلوت بتاعه فيه ايه؟ فيه جاميتوسايت. يجي الجاميتوسايت الميل والفيميل يتحولوا لزايجوت، ويبدا يحصل ديفلوبمنت وتكمل اللايف سايكل بتاعه البلازموديوم جوه الجسم بتاع الفيميل انوفلس، لحد لما تكون حاجه اسمها السبوروزويد. والسبوروزويد دي يجي تكون موجوده في السلايفه بتاعه الفيميل انوفلس، تيجي الفيميل انوفلس تو بايت انذر بيرسون، فكده نقلت السبوروزويد فتنقله الملاريا. يبقى انا كده الموسكيتو او الفيميل انوفلس خدت الجاميتوسايت ونقلت السبوروزويد، تمام كده حصل ديفلوبمنتال تشينج. وفي نفس الوقت بيحصل ملتيبليكيشن، العدد بيزيد جواها جدا، تاخد واحده تطلع 100، كده يبقى انا عندي اسمها سايكلو بروباجيت. بيحصل ملتيبليكيشن، زياده في العدد وديفلوبمنتال تشينج. تالت حاجه سايكلو ديفلوبمنتال، بيحصل ديفلوبمنتال تشينج وزود ملتيبليكيشن، يعني بيحصل ديفلوبمنت والعدد ثابت زي ما هو. ده زي ايه؟ زي ديزيز اسمه فيلاريزس. ايه اللي بيحصل في الفيلاريزس ده؟ فيلاريزس بيحصل عن طريق الويشراريا بانكروفتي. ده ديزيز بيأفكت الليمفاتكس. بنلاقي فيه ايه؟ بنلاقي ان البيشنت بيكون في البلد بتاعه حاجة اسمها مايكروفيلاريا. الستيج بتاعت الويشراريا اللي موجودة في البلد اسمها مايكروفيلاريا. يتيجي مين؟ تيجي موسكيتو اسمها فيميل كيوليكس، تعمل ايه؟ تبايد البيشنت، تاخد منه مايكروفيلاريا. تيجي المايكروفيلاريا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لها ديفلوبمنت في البادي بتاع الموسكيتو دي، تتحول الى الفيلاري فورم لارفا. الفيلاري فورم لارفا هي دي الفورم اللي لو الموسكيتو بتبايت انذر بيرسون بتنقلها لي، وفي الحاله دي بيبقى يعني بتنقله المرض، بتنقل المرض عن طريق الستيج دي. هي دي الانفكتيف ستيج بالنسبه للمان. فكده انا الموسكيتو او الفيميل كيوليكس خدت من البيشنت المايكروفيلاريا ستيج، حصل ديفلوبمنت جواها، وصلت للفيلاري فورم لارفا اللي هي الانفكتيف ستيج اللي بتنقلها لانسان تاني، فكده حصل ديفلوبمنت. بس في اللي هي في المايكروفيلاريا والفيلاري فورم لارفا العدد بيكون ثابت، ما بيحصلش ملتيبليكيشن. خدت واحده هتفضل واحده، خدت 10 بيفضل 10. فده اسمه سايكل ديفلوبمنتال، يعني ديفلوبمنتال تشينج وزاوت ملتيبليكيشن. ترانز اوفيريان بيحصل في ايه؟ بيبقى البارازايت بيترانسميتد تو الاوف سبرينجز ثرو الاوفا، بتتنقل لولاده، تمام. يبقى انا عندي البيولوجيكال، معناها ان الارثروبود ليه رول اساسي في لايف سايكل اوف بارازايت. بيولوجيكال ده بروباجيتيف، يعني بيحصل فيه ملتيبليكيشن اوف ذا بارازايت وزاوت ديفلوبمنتال تشينجز. سايكلو بروباجيتيف يعني ملتيبليكيشن اند ديفلوبمنتال تشينجز. سايكلو ديفلوبمنتال يعني ديفلوبمنتال تشينجز وذاوت ملتيبليكيشن اند ترانز اوفيريان بارازايت ترانسميتد تو اوف سبرينجز ثرو اوفا اند انتكس. ايه هي اللايف سايكل اوف ارثروبودز؟ في عندي تو لايف سايكلز للارثروبودز، حاجه اسمها كومبليت ميتامورفوزس والتانية اسمها incomplete metamorphosis. يعني ايه complete metamorphosis؟ complete معناها كامل، metamorphosis meta معناها change تغير، morphosis يعني morphology الشكل، فمن الاسم معناها بيحصل تغير كامل في الشكل. يعني بلاقي ان في life cycle intermediate stages تبقى different in shape and habits from adult stage. life cycle في complete metamorphosis عبارة عن egg, larva, pupa and adult stage. ده بيحصل مع ايه؟ مع الموسكيتوز والفلايز والفليس. يعني ايه الكلام ده؟ complete metamorphosis معناها احنا قلنا ان ال intermediate stages بتختلف على عن ال adult stage في ال shape وال habits، تمام؟ ناخد for example الموسكيتو. الموسكيتو life cycle دي عبارة عن ايه؟ كلنا عارفين ان الموسكيتو موجود في كل مكان حوالين الادلت ستيج بتاعته. الادلت ستيج دي
بتلاقي الاكس على السيرفيس اوف ووتر، ولازم السيرفيس اوف ووتر، ما ينفعش في اي مكان تاني. لو مش ووتر يعني مش هتعيش، لازم ووتر. اوكي، بعدين الاكس تحصل لها هاتشنج في الووتر، تتحول الى اللارفا اللي هي اسمها اليوراكوت بالعربي. اللارفا ستيج دي تتحول في الووتر الى البيوبا اللي هي الشرنقه بالعربي، والبيوبا تتحول الى ادلت تاني. يبقى انا عندي دلوقتي الادلت، بتلاقي الاكس في الووتر، الاكس تتحول للارفا، واللارفا تتحول للبيوبا، والبيوبا تتحول للادلت. انا عندي دلوقتي الستيجز بتاعتنا، بلاقي في عندي اللارفا والبيوبا والادلت، شكلهم مختلف عن بعض، مش نفس الشكل. يعني ايه مش نفس الشكل؟ هناخد ديتيلز المورفولوجي في البراكتيكال. اوكي، الهابس بتاعتنا مختلفه، كل واحده فيهم ليها هابس مختلفه عن الثانيه. بلاقي ان فور اكزامبل مثلا ان عندي الايج واللارفا والبيوبا، الثلاثه دول لازم يكونوا موجودين في الووتر، الثلاثه دول اكواتيك ستيجز، ما ينفعش يكونوا موجودين في اي مكان تاني. لو الووتر مش موجوده هيموتوا. حاجه كمان، الفيميل موسكيتو بتختار الووتر اللي هتلاقي الاكس فيها على اساس اللارفا. يعني ايه؟ يعني بتشوف اللارفا بتحب الووتر تكون عامله ازاي، عايزه بوليوتد ووتر ولا عايزاها كلين ووتر، هتعرف تعيش في ووتر عامله ازاي، على الاساس ده هي بتحط الايج بتاعتها. اوكي، تاني حاجه انكمبليت ميتامورفوز. يعني ايه انكمبليت ميتامورفوز؟ انكمبليت غير كامل، يبقى بيحصل لنا يعني اللي هي يعني التشنج في المورفولوجي بيكون انكمبليت. يعني ايه برضو ده؟ معناه بلاقي فيه ان الانترميديت ستيجز بيكونوا سيميلر تو ادلت، شبه الادلت، نفس الشكل، نفس كل حاجه. الاختلاف بينهم بيكون ايه؟ ان الانترميديت ستيجز بتكون اصغر في الحجم وسيكشوالي اماتيور، واللايف سايكل عباره عن ايج نيمف اند ادلت. نيمف معناها قزم، فالنيمف شبه الادلت بالظبط، الفرق بينهم صغير في الحجم وسيكشوال اماتيور. والتاني ده بيحصل مع البجز واللايس. اول حاجه هنتكلم عليها كلاس انسكتا. كلاس انسكتا ده قلنا عليه اكبر جزء في الميديكال انتمولوجي، بيتكون من كذا اوردر، فور اوردرز. اول اوردر اسمه ديبترا. يعني ايه ديبترا؟ دوي معناها اتنين، ابترا معناها وينج. يعني الاوردر ده بلاقي فيه الانسكتس اللي بيكون ليها تو وينجز، زي الفلايز والموسكيتو اللي هو الذباب والناموس. تاني اوردر اسمه سايفونابترا. سايفون معناها تيوب. نو، فالاوردر ده بيبقى فيه الانسكتس اللي ليها لونج تيوب بتسق البلاد بيها، بتمص الدم بيها، وما بيكونش عندها وينجز، زي الفليز اللي هي البراغيس. تالت اوردر انبلورا. انو معناها نو، بلورا وينج. فالاوردر ده بيبقى فيه الانسكتس اللي بتكون ما عندهاش وينجز، الصوره بتاعها بيكون فاضي، زي اللايس اللي هو الامل. رابع اوردر عندنا اسمه هيمبترا. هيمي معناها نص. يعني الاوردر ده بيبقى فيه انسكتس، في انسكتس عندها وينجز وفي انسكتس ثانيه ما عندهاش وينجز، زي ايه؟ زي البك. يبقى انا عندي كلاس انسكتا في فور اوردرز. اول واحد اسمه ديبترا، فلايز موسكيتوز. تاني اوردر سايفونيبترا، فليز. تالت اوردر انبلورا، اللايس. رابع اوردر هيمبترا اللي فيها البكس. هنتكلم النهارده بقى على اول حاجه عندنا في الانسكتا، الموسكيتو. احنا قلنا الموسكيتو من الانسكتا، من ديبترا، الفاميلي بتاعتها اسمها كيوريسيتي. الموسكيتو زيها زي اي انسكت، بتتكون من البادي بتاعها من هيد ثوركس اند ابدومن. الهيد بيبقى فيه اي، فيه انتنا، والجزء اللي قدام ده البروبوزس معناها ده الماوس بارت بتاعها. الثوركس بيبقى فيه one pair من الوينجز، واتاتش تو ات 3 pairs of legs، والابدومن بتاعها.
في عندنا 3 مسكويتوس مهمين لازم نعرف كل حاجة عنهم. ايه هما؟ اول واحدة اسمها انوفلس، تاني واحدة ايدس، تالت مسكويتو هي الكيوليكس. مورفولوجي بتاعهم ان ديتيلز هيتاخد في البراكتيكال. ده الجنرال مورفولوجي لاي مسكيتو. زي ما قلنا قبل كده عندنا هيد فيها كومباوند ايز، اللي في النص ده البروبوز اللي هو الماوس بارت، جنبه فيه خرطومين صغيرين كده، ده اسمه الماكسيلاري بالب. جنب بعد الماكسيلاري بالب على البريفرال كده دي الانتنا. في ثوركس، ثوركس اتاتش تو ات 3 بيرز اوف لجز اند 1 بير اوف وينج، والابدومن بتاعه اللي هو بيكون سيجمنتد. موسكيتو لايف سايكل، اللايف سايكل بتاعت الموسكيتو زي ما قلنا الموسكيتو ات كومبليت ميتامورفوزس. كومبليت ميتامورفوزس يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في 4 ستيجز، ايج تتحول للارفا، واللارفا تتحول للبيوبا، والبيوبا بتتحول للادلت. بلاقي ان الجرافيت ادلت موسكيتو اللي هي البريجننت ادلت موسكيتو يعني بتلاقي الايجز ان ووتر، وبتلاقي الاجز على اساس ايه؟ على اساس الناتشر، بتختار الناتشر الووتر اللي بيكون مناسبه للارفا، عايزه كلين ولا براكتش، عايزه بلانتس معينه تكون موجوده ولا اي حاجه، بتشوف اللي هي الووتر المناسبه ليها وبتلاقي الاجز عليها. الاجز بعد كده بيحصل لها هاتشنج، تتحول الى اللارفا، اللارفا بيحصل لها ديفلوبمنت وتتحول الى البيوبا، البيوبا هي ما بتعيش كتير within hours تتحول الى adult mosquito. binomics of mosquito يعني ايه binomics؟ binomics معناها life habits. احنا قلنا ان الموسكيتو كومبليت ميتامورفوزز، يعني الانترميديت ستيجز قلنا بتدفر ان habits and morphology عن الادلت ستيج. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف الهابتس بتاعتها، المورفولوجي هناخده في البراكتيكال. نيجي على الهابتس بتاعتها، اول حاجه لايف هابتس ناخدهم ستيج ستيج. اول ستيج عندنا هي مين؟ هي الايج. الايج مالها؟ الايج مالها؟ قلنا ان هي لازم تكون موجوده في الووتر، ما ينفعش تكون موجوده في اي مكان تاني، وهي نون فيدنج ستيج. استفاد ايه من حاجه زي كده في كنترول؟ ازاي انا عارفه ان هي لازم تكون موجوده في الووتر؟ معنى كده ان انا لو جيت عملت دراينس للووتر، ردمنا الترع كده، انا قضيت على الايج. تاني حاجه هي نون فيدنج ستيج، يعني ما ينفعش احط مثلا بوزن يكون اللي هو استومك بوزن اللي هو محتاج يتاكل، واستنى ان هو يقضي على الايج، ده مش هيحصل. يبقى انا عندي دلوقتي الايجز، اول حاجه عندي present of water بالنسبه لها essential، تاني حاجه هي passive non feeding stage. تاني ستيج عندنا هي اللارفا. احنا قلنا في اللارفا ان البريدنج بليسز معناها اماكن التبويض، ان البريدنج بليسز بتاعت الادلت فيميل بتختارها، بتختارها على اساس اللارفا. Selected water collection by the female for egg laying differs from one species to another depending on the needs of their larva. اللارفه اللي بتحب الستاجننت ووتر نخليها في الستاجننت ووتر، تدور على الستاجننت ووتر عشان تلاقي الايجز فيها. اللي عايزه رانينج ووتر تروح للرانينج ووتر، عايزه كلين ووتر تروح للكلين ووتر، عايزه بلانتس معينه تروح للمكان اللي فيه البلانتس دي علشان تقدر تعيش وتكمل اللايف سايكل بتاعتها. عندنا مثلا الكيوليكس اللي هي اشهر مسكيتو في مصر، بتحتاج ستاجننت بوليوتد ووتر. هيفرق معايا حاجه زي كده ازاي؟ بيفرق معايا في ان انا اولا انا عارفه ان هي لازم تكون موجوده في ووتر، ده معناها ان انا لو الووتر دي المايه اللي هي موجوده فيها دي لو مثلا موجوده في الترع على دمن الترع، خلاص هي مش هتكون موجوده، انا كده قضيت عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه لو انا غيرت النيتشر بتاع الووتر مش هتكمل لايف سايكل، يعني هي بتحب البوليوتد ووتر، لو انا عملت كليننج للووتر مش هتقدر تعيش. لو هي عايزه بلانتس معينه انا شلت البلانتس دي من الووتر برضو مش هتقدر تعيش. فانا ال changing of nature of these places to be unsuitable for mosquito life cycle is effective control measures. انا بالطريقه دي بقدر اعمل لهم كنترول لللارفا.
الستيج اللي بعد كده اللي هي البيوبا. البيوبا دي ستيج هي بتعيش فتره بسيطه جدا اورز. اللارفا تتحول لبيوبا الادل within hours. هي نون فيدنج ستيج. فطبعا دي في كنترول, وبيخلي كنترول حاجه صعبه جدا. اولا هي بتعيش فتره بسيطه قوي, تاني حاجه doesn't feed, فمش عارف احط لها stomach poison. نيجي على الستيج اللي بعد كده الادلت. ادلت معناها في ادلت ميل وادلت فيميل. الادلت فيميل ده بلاد سكرز, الماوس بارت بتاعتها بيكون ادابتد تو ساكل بلاد. الفيميل بس هي اللي بتساكل بلاد, انما الميل ار جوس فيدر, الميل فيجيتيريان. الريستنج بليسز بالنسبه للادلت اندوفيليك واكزوفيليك. اندوفيليك معناها ريستنج انسايد ذا هاوسز اون ذا وولز, وطبعا دي الريزيدوال انسكتسايز بالنسبه لها كويسه جدا, بتقدر تقضي عليها. تاني حاجه اكزوفيليك. اكزوفيليك معناها ريستنج او سايز ذا هاوس. طبعا الكنترول بتاعها بيكون صعب جدا. بايتنج بيفر, يعني ايه بايتنج بيفر؟ في موسكيتو بتحب تبايت بالنهار, وفي موسكيتو تانية بتحب تبايت بالليل. بايتنج باي دي اسمه ديورنال, باي نايت اسمه نوكتيرنال. هوست بريفيرنس, يعني ايه هوست بريفيرنس؟ في موسكيتو بتحب الانيمال بلاد اكتر من الهيومن بلاد, موسكيتو الثانيه بتحب الهيومن بلاد اكتر من الانيمال بلاد. موسكيتو تويتش بريفير هيومن بلاد بنسميها انثروبوفيليك. هو الموسكيتو تويتش بريفير انيمال بلاد بنسميها زوفيليك. معظم الموسكيتوس ار زوفيليك. ده بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا في ايه؟ في الكنترول. بنلاقي ان في اماكن اللي بيكون فيها زوفيليك موسكيتو بيعملوا مزرعه فيها انيمالز جنب الهاوسز والموسكيتو زوفيليك. فايه اللي بيحصل؟ تلاقي الموسكيتو تسيب المان وتروح على الانيمال, لان هي بتبريفير الانيمال بلاد. الباينومكس بتاع الادلت بقى, اول حاجه عندي ريستنج بليسز اندوفيليك واكزوفيليك, البايتنج ديورنال اند نوكتيرنال, الهوست زوفيليك اند انثروبوفيليك. ايه هو الميديكال امبورتنس بتاع الموسكيتو؟ اول حاجه البايب بتاع الموسكيتو بتعمل لنا ايه؟ بتعمل لنا الرجي, بتعمل لنا ديسكمفورت, ممكن تعمل لنا حاجه اسمها انسومنيا, يخلي الواحد مش قادر ينام. تاني حاجه بقى عايزين نتكلم على الثري موسكيتوس اللي عندنا المهمين, كل واحده ايه هي ديزيزز او اهم ديزيز بتنقلها, وايه هو الكوز اورجانيزم بتاع كل ديزيز, والميكانيزم اوف ترانسميشن. اول موسكيتو عندنا هي الفيميل انوفلس. اول واهم ديزيز, اول لما نسمع اسم الفيميل انوفلس لازم نقوله هو الملاريا. الملاريا ده اللي احنا لسه قايلين عليه. الملاريا ده عبارة عن ايه؟ ده ديزيز بيأفكت الار بي سيز, بيعمل لنا هيموليسيس. بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق البلازموديوم. ميكانيزم اوف ترانسميشن سايكلو بروفاجيتيفلي, لان الفيميل انوفلس بتبايت البيشنت, بتاخد منه الجاميتوسايت ستيج, بيحصل فيها مالتيبليكيشن ديفلوبمنت, وبتتحول في الاخر للسبوروزايت, ودي الانفكتيف ستيج اللي بتأفكت another person. فكده هي نقلت الديزيز. تاني ديزيز بتنقله الفيميل انوفلس هو الفيلاريزيس. كوز اورجانيزم دي الفيلاريزيس مع الفيميل انوفلس وشراريا بانكروفتي اند وشراريا مالاي. تمام, ايه اللي بيحصل؟ احنا قايلين في الفيلاريزيس في سايكلو ديفلوبمنتال تشينج, سايكلو ديفلوبمنتال. ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل ان البيشنت او الفيميل انوفلس بتبايت البيشنت, تاخد منه مايكروفيلاريا, بتاخد المايكروفيلاريا ما بيحصلهاش مالتيبليكيشن, بيحصل لها ديفلوبمنت عشان تتحول للفيلاري فورم لارفا اللي هي الانفكتيف ستيج اللي بيها لما الفيميل انوفلس بايت انذر بيرسون تنقله ليوت سبب له ديزيز. فده اسمه اللي هو السايكلو ديفلوبمنت. تالت حاجة الفيرال انكفاليتس. فيرال انكفاليتس ده انكفاليتس بيحصل عن طريق الفيروس. اي فيروس بيبقى الميكانيزم اوف ترانسميشن معاه بروباجيتيف, يعني
بيحصل فيه multiplication للفيروس جوه ال female anopheles. اوكي تاني مصيبته عندنا هي الفيميل كيولكس. فيميل كيولكس اول لما نسمع اسم فيميل كيولكس لازم اقول ديزيز يبقى فلوريزيس، ما ينفعش اقول حاجه ثانيه قبل الفلوريزيس مع الفيميل كيولكس. مع الفيميل كيولكس الفلوريزيس الكوست اوف اورجانيزم بيكون الوشرارية بانكروفتي والميكانيزم اوف ترانسميشن سايكلو ديفلوبمنت، ونفس الكلام اللي احنا كنا لسه قايلينه. تاني ديزيز فايرال انكيفالايتس، نفس اللي قلناه انكيفالايتس بيحصل عن طريق فيروسز والميكانيزم بروباجيتف. تالت حاجه اسمها ريفت فالي فيفر. ريفت فالي فيفر اللي هي حمى الوادي المتصدع، بتحصل عن طريق فيروسز، وطالما فيروس يبقى بروباجيتف ترانسميشن. ريفت فالي فيفر ده بيحصل في ايه؟ فيفر يبقى اسمه ريفت فالي فيفر، يبقى اكيد في فيفر. ويحصل معاه كمان مصل بين وهيدك وبليدنج، والليبر والبلين بيكونوا مصلي افكتد. الفيميل ايدز، الفيميل ايدز اول ديزيز بتنقله هو اليلو فيفر. ايه اليلو فيفر ده؟ ده ديزيز بيتعمل عن طريق الفيروس، وطالما فيروس يبقى الميكانيزم اوف ترانسميشن بروباجيتيف. اليلو فيفر من اسمه هيحصل فيه فيفر، يلو يعني بيحصل فيه بيبقى فيه يلو كولوريشن، بيكون فيه جوندس. اوكي وطالما فيه جوندس يبقى اكيد فيه ليفر افكشن، يبقى بيحصل فيه ليفر افكشن يعمل لي هيباتوميجالي وجوندس. وعندنا كمان بيبقى فيه هيدك ومسل بين وفوميتنج وبليدنج. تاني حاجه الدنج او دنج فيفر اللي اسمها حمى الدنك بالعربي، كوست اوف اورجانيزم برضو الفيروسز، والميكانيزم بيكون بروباجيتيف. بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها فيفر ومسل بين وهيموريدج ريتش. ريفت فالي فيفر اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، كوست اوف اورجانيزم برضو الفيروسز، والميكانيزم بروباجيتيف. اخر حاجه الفلاريزز، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، الكوست اوف اورجانيزم مع الفيميل ايديس هي الوشرايه بانكروفتي، والميكانيزم اوف ترانسميشن بيكون سايكلو ديفلوبمنتال. ايه هي الامبورتنت ايجيبشن موسكيتوز؟ اول حاجه عندنا انوفلس فارانسس موجوده من ايام الفراعنه، دي الشيف مالاريا فيكتور ان ايجيبت. تاني حاجه انوفلس جامبيا، دي افيشنت مالاريا فيكتور ميد ان ايجيبت فروم سودن، هي انثروبوفيليك، طبعا دي حاجه مش كويسه طبعا جدا. Anthropophilic يعني prefer human blood، هي highly domesticated والإكس بتاعتها بتresist desiccation. تالت حاجة وأشهر مسكيتو في مصر كلها اللي هي الكيوليكس بايبينز، دي موجودة all over Egypt to deal shift malaria vector. نيجي بقى على الجزء الجميل بتاعنا مسكيتو كنترول، ازاي نعمل كنترول للمسكيتو. عشان نعمل كنترول للمسكيتو احنا لازم نعمل كنترول لكل ستيج لوحدها. اول ستيج عندنا الادلت ستيج. ايه هي الكنترول ميجرز اجينست الادلت مسكيتو؟ اول حاجه عندنا فيزيكال، يعني ايه فيزيكال؟ هنعمل فيها ايه؟ نعمل اسلاك سلك على الابواب وعلى الشبابيك، يوز فاير نتس اون دورز اند ويندوز. تاني حاجه ناموسيه، سليبنج اندر مسكيتو نتس. ثلاثه ميكانيكال نوك داون اند الكتريك نوك داون، يعني ايه ميكانيكال؟ زي الصوره اللي قدامنا دي، يمسك مضرب وماشي يموت في الناموس. الكتريك نوك داون يعني ايه الكتريك نوك داون؟ ده السائق الكهربي. فكرته ايه؟ فكرته ان الناموس بيحب البرايت لايت، بيحب الضوء الشديد، فبيكون جهاز كده، ده بيكون فيه سورس اوف برايت لايت وفيه شبكه من الجنبين، الشبكه دي بالكهرباء تيجي الموسكيتو تروح على البرايت لايت عشان هي بتحب البرايت لايت، اول لما توصل تتكهرب من الشبكه دي فتموت، فده اسمه الكتريك نوك داون. كيميكال، ايه هي الكيميكالز اللي احنا بنستخدمها علشان نعمل كنترول الادلت موسكيتو؟ اول حاجه ريبلانس. ريبلانس دي طبعا اشهر حاجه عندنا اللي هي الاندالون القف الموجود في الصيدليات، بيجيبوا ريبلانس ده دهان بيتحط على الجلد، بيدهن على الجلد فبيبعد الموسكيتو. تاني حاجة انسكتسايدز، دي بتعمل immediate knockdown effect زي الكيتو طبعا ان احنا بنستخدمه اندور. الانسكتسايدز ليها طرق مختلفة،
او ميكانيزم اوف اكشن مختلفه. في ممكن مثلا بالكونتاكت، في بتشتغل على او مش لازم نتكلم ان ديتيلز عنها بصراحه، نتكلم عليها بعدين. بيولوجيكال بقى، بيولوجيكال ده انا بستخدم فيه ايه في البيولوجيكال؟ اول حاجه انيمال بارير تو بروتكت المان فروم بايتنج باي ذا فوليك موسكيتو، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه لما قلنا بيعملوا مزرعه فيها انيمالز بحيث للزوفونيك موسكيتو تيجي الموسكيتو تسيب المان وتروح على الانيمالز، دي اسمها انيمال بارير. تاني حاجه يوز سترايل ميل تو كومبيت ويز نورمال ميلز ان ناتشر، طبعا ده بالجيناتكس بقى بنستخدم السترايل ميل فكده بيقل عدد الموسكيتو. تالت حاجه ناتشرال انيمالز، بيستخدموا ناتشرال انيمالز ده زي ايه؟ زي الفروجز، زي الدكس، سبايدرز، الحاجات دي بتحب الموسكيتو بتحب تاكلها فيجيبوها تاكل في الموسكيتو فبتقلل عددها. ايه هي الكنترول ميجرز اجينست اكواتيك ستيجز؟ اول حاجه فيزيكال ميثودز. يعني ايه الاول؟ ايه هي الاكواتيك ستيجز؟ اكواتيك ستيجز الستيجز اللي موجوده في الووتر اللي هي اج، لارفا، بيوبا، ما يقدروش يعيشوا بره الووتر. الفيزيكال ميثودز بالنسبه لنا يعني ايه؟ بوظ لها حياتها، مش هي ما تعرفش تعيش بره الووتر خلاص، الووتر دي انا هتخلص منها، في ترع هردم ترع، الميه هتتشفط، يبقى بعمل filling the breathing places with earth or drainage to nearby canals. كده انا قضيت على الووتر فقضيت على كل الاكواتيك ستيج. تاني حاجه change the water character to become unsuitable for larva growth، احنا قايلين ان الادلت فيميل بتلاقي الاكز على اساس الناتشر بتاع الووتر اللي بتناسب اللارفا. طيب انا جيت دلوقتي عارفه ان اللارفا دي بتحب البوليوتد ووتر، طيب انا عملت كليننج للووتر خلاص اللارفا هتموت، بوست لايف سايكل، او العكس كلين ووتر ببوظ الناتشر بتاعتها. جيت في بلانتس معينه المفروض تكون موجوده شلتها فكده انا بوظت حياتها، فبوظت لايف سايكل فمش هتكمل، وده اسمه فيزيكال ميثود. تاني حاجه الكيميكال ميثود. كيميكال ميثودز ايه هي الكيميكالز اللي بنستخدمها علشان نقضي على الاكواتيك ستيجز؟ اول حاجه عندنا حاجه اسمها باريس جرين. باريس جرين ده السمك بوزن باودر، باودر بنتحط في الووتر تاكله اللارفا تموتها. الباريس جرين ده هاز نو افكت اون اكز اور بيوبا، ليه؟ لانه هما نون فيدنج ستيجز فمش هيعمل لهم حاجه. تاني كيميكال عندنا اسمه مالاريول. مالاريول ده مينرال اويل، ده عباره عن اويل بيتحط على السيرفس بتاع الووتر، بيعمل ايه؟ بيعمل سافوكيشن للاربا والبيوبا، بيخنقهم يخليهم مش قادرين يتنفسوا فيموتوا. الانسكت سايدز بتعمل لنا بوزنينج، ده الانسكت سايز فيه منها انواع، الميكانيزم بتاعتها بتبقى انجستد، فانجستد دي بتاثر على اللارفا، او لما بتبقى بتلمس بيحصل كونتاكت للكيوتيكل بتموت الستيج دي. بيولوجيكال ميثودز عندنا بيولوجيكال بنستخدم فيها ايه؟ اول حاجه في فيش اسمها جامبوزيا او جامبوشيا افينس فيش، وحاجه تانية اسمها ميزوسايكلو. الفيش دي اللي هي الجامبوزيا افينس فيش دي بتكون سمول، موجوده في اي ووتر، هي ايزلي هاندلد، بيحصلها ملتيبليكيشن بسرعه، مش بتستخدم كهيومن فود، فدي بتاكل اللارفات وخلاص نخلص منها. تاني حاجة الميزوسايكلوبس ده بيستخدموه برضو، ده بياكل اللارف، فهي دي البيولوجيكال ميثود بالنسبة لي اللي هي الجامبوزيا افينس فيش والميزوسايكلوب. كنترول الموسكيتو ده سامري لي الادلت ستيج اكواتيك ستيج، الادلت ميكانيكال عن طريق الواير نتس والبيد نتس والنوك داون، وكيميكال
ريبلنت والانسكتسايدز بايولوجيكال عن طريق انيمال بارير سترايل ميل ناتشرال انيمز اكواتيك ستيجز فيزيكال وكيميكال اند بايولوجيكال. Thank you.